وطبعا عشان مدام سوسن النهارده منورانا في الكيتشن، فانا دخلت عشان خاطرها الكيتشن اسقف واشجع اللعبه الحلوه مع الشيف نهى ماضي ومطبخ عبور لاند. انا بصراحه مش عارفه اقول احلى يوم ده ولا ايه معانا الجميله جدا، يعني النجمه الرائعه سوسن بدر، يعني والطباخه الهايله، عمرنا ما هننساها في حياتنا الحقيقه. لا لا مع الشيف بقى ملناش دعوه. ما هي كمان اصلها نهى دايما بتعمل الاكلات اللي ممكن تاخدش اكتر من ربع ساعه في المطبخ، ده مهم جدا علشان المراه الام العامله. بالظبط، او حتى لو مش عامله مش لازم نقضي كل وقتنا جوه المطبخ، يعني جزء صغير. لا لو بتحب المطبخ هتقف، بس اليومين دول يا حرام هي بترجع من شغلها عايزه البصارة على الولاد. صح، ده حقيقي، ده حقيقي. النهارده انا هعمل حاجه سهله جدا وبسيطه جدا، سباجيتي بولونيز. الاطفال كمان كتير بيحبوها. المكونات سهله جدا، لحمه مفرومه معايا على حسب طبعا عدد الافراد اللي هياكلوا معايا. عندي صلصه طماطم فريش وصلصه طماطم اللي هي المعلبات اللي هي بيست، ومكرونه سباجيتي مسلوقه ما فيهاش مشكله خالص، معايا بصله مفرومه، معايا كرافس، كرافس مهم جدا في الاكله دي، معايا جزره مفرومه، ملح وفلفل، بابريكا احمر وفلفل شطه، وجوزه الطيب عشان لولو بتحب جوزه الطيب. وانا كمان انا بحب كل بهارات، ريحه طعم حلو بصراحه. ومعايا فص ثوم. اول حاجه هعملها عشان الاكله دي اهمها هو بقى الصوص. تعالي معايا بقى، اهم حاجه فيها هي الصوص، فهنبدا نعمل الصوص بتاعتها. انا هعمل ايه؟ هحط شويه زيت صغيرين، ممكن اللي عايز يستخدم سمنه يستخدم، بس انا بحبها ده تبقى اخف لانه اللحمه المفرومه بيكون فيها دهون بتنزل فبتبقى تقيله اوريدي، فانا مش محتاجه احط دهون كتير فيها. انت عارفه ان انا بشتري لحمه مفرومه واقول له عايزاها حمرا خالص من غير دهن. ده الدهن بتاعها ولا طعم؟ انا بجيبها نص دسم. بيدي طعم نص دسم. صح طبعا، نص دسم تبقى احلى، بس بيبقى ليها افتر تيست. بتبقى ليها افتر تيست، ليها طعم كده. هو ده اللي انا بقى انا ما بحبوش، بس هو طبعا ده الصح. لا بس هو لازم يكون فيها، بس اللي بس هنعملها هياكلوا منها اطفال نحط لهم شطه. لا ممكن ما نحطش شطه، ولا حسب الحاجه طبعا. لا هي بتحاول تحبسها، هي دايما بتحب السبايسي ثينج. كان عندي واحده صاحبتي هنديه بنتها كانت صغننه كده بتشرب المتعودين بتشربها كده. لا دول عايزه تاني، اللي هو بالنسبه لها دي حاجه حلوه وبتستمتع بيها. اللي ما عندهمش هزار في موضوع التوابل، عندهم دي حاجه اساسيه في الاكل. كان عندي واحده صاحبتي كانت مخلفه صبيان، فلما كانوا يتشاقوا وتبقى مش قادره عليهم، لا يا ريت كان عقابهم تعمل لهم مكرونه سباكيتي تقول لهم كلها بالمعلقه. أو صعب، ده تعذيب. كانوا دلوقتي بقى اتجوزوا وخلفوا طبعا، بس هم عارفين روحهم. أكيد. أنا أول خطوة هعملها هحط بصل على الزيت بتاعي أو السمنة، يعني الاثنين ممكن نستخدمهم جدا. أنا كما قلت يعني أنا بحب أستخدم الزيت ده عشان كده كده اللحمة المفرومة بتنزل الدهن بتاعها. على فكرة يا ياسو كمان لو هتعملي كفتة مستحب يكون لا كفته ماشي، حته الدهنه بتاعتها دي في ناس بتروح تجيب ليا بالظبط وفرميها مع اللحمه وتحطها عليها. إيه ليا ايوه ليا الخروف. الموضوع ده مش ليكي، مع اللحمه المفرومه بيقطعوها كمان حتت صغيره تتحمى على المحشي، تحمريها بالظبط، تحمريها محشي كده. يا نهار ابيض، يا نهار توخي. طب في ناس بتحبي كده، بتحبي الطعم ده، اصل بيبقى ليه طعم. لا ما المحشي بيبقى مقبول في الطبخ، مش بيبان قوي. بالظبط، المحشي بيبقى مقبول بالظبط، وحتى في الكفته عشان انا كان ليا خاله كل انا عارفه ليا على فكره كل اكله تطبخها تروح حاطه فيها في الاخر بتاع التاتش بقى. التاتش هي اللي بياكلوا كده زمان وكانت صحتهم حلوه وكانوا بيشربوا، ما كانش في كوليسترول. انا بشرب حليب عادي لحد دلوقتي. انا بحب ريحه حليب الجاموسه، الريحه دي بتعجبني. انا بطبخ بسمن بلدي، انا بطبخ كلنا دلوقتي بلدي طبعا. بس وزيت زيتون برضه، وبرضه على فكره صحيه، مش زي ما احنا لا مش مضر على فكره، شايفانوها قوي. مش مضر، مش عارفه كده. هم يعني اللي اتضح ان الاكثر ضررا الزيوت المهدرجه. بالظبط دي بقى اللي اكثر المهدرجه اللي مش طبيعيه. انت عارفه كان معانا دكتور قال كمان ان السمنه الجاموسي افيد من السمنه البقري. طبعا، وعشان السمنه اللي بنسيحها هي بتبقى جاموسي، هي بتبقى جاموسي. انا هضيف على البصل بتاعي جزر مفروم صغير جدا عشان ده يبوش مع الصوص، فما يبقاش باين انه قطع كبيره، لازم نفرمها. ليلى معاكي فرصه وهي واقفه كده. ايوه تعالي تعالي وتشغلي بقى عثمان قلبيلها. لا هنقلب كده شويه صغيرين يا لولو.
حاضر يا سعيد قلبي يا لولا. هضيف شويه ملح صغيرين. ليه بحط الملح؟ عشان يدبل شويه. بتحطي ثوم مع البصل ولا مش بتحطي؟ ايه ثوم مفروم مع البصل. والثوم مفروم هحطه دلوقتي حالا. يعني هحطه حالا معاها عشان انا مش عايزاه ياخد لون خالص ولا يبدا يحمر. عايزاه زي ما هو يفضل شبه نايم كده. فانا وانا بقلب الثوم والبصل دول اهم حاجه لرفع المناعه على فكره. بالظبط. وفي ناس تاكل ثوم الصبح على الريق. ده مهم جدا. ممتاز جدا وبيجيب معاهم نتيجه صراحه. هضيف الثوم اللي معايا. انت عارفه ان لولو بتقلب لنا كده. الله الاكل كده حلاوي يا لولا والله. ده نفس يا هاني. الثوم والبصل طبعا. برافو جدا والله يا لولا. انا مبسوطه بيكي. هو ايه اللي فخوره بيكي يا لولا؟ ايوه ايه ده؟ انتوا مبالغ فيكوا على فكره. انت يا دوب علمتي صاحبتي صاحبتي. التشجيع مش كده يا جماعه. صاحبتي صاحبتي في تحيز يعني كده. شايفه الصحاب. بصي بصه الانتصار. صاحبتي صاحبتي. شايفه اتصحت فانا ازاي؟ يا لولو مش انا عمري ما شميت ريحه بصل محمر زي الحلاوه دي. انا واحده انا عمري ما شفت حد بيقلب حلو كده. هضيف شويه الكرفس دول كمان كده وقلب. كرفس مهم جدا. ريحته حلوه بشكل. وبيدي طعم كمان ونكهه في الاكله دي في الاسباجيتي بالذات. تحفه. لانه في ناس بتقول لا مش مهم. والله الكرفس مهم جدا في الاكله دي. والله انا بحب الكرفس ناي حلو وفي اي حاجه. يعني في اكله انا كنت بحبها زمان دلوقتي مش بلاقيها. الخبيزه. دي ماما بقى. انا وانتي فاكره. ايوه بعشقها بس انا ما بقتش الاقيها كتير زي زمان. لا 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 بس بتهتمي بيها قوي زي زمان فعلا. هي بنت عم الملوخيه. هي عامله نفسها ملوخيه. عامله ملوخيه بنت عمها يعني قريبتها. مش فاكره طعمها خالص. بمناسبه يا جماعه والله ما بهزر. ريحه ال الخلطه دي لما تحط الكرفس بقى والثوم. لا الكرفس بيفرق جامد في الخلطه يعني دي. ولسه بقى هنبدا نحط كمان اللحمه المفرومه بتاعتها. لا ريحه الخلطه حتى من قبل اللحمه. يلا رهيبه رهيبه رهيبه. بمناسبه المشتروات والخبيزه بيقولوا لي انه كان ليكي تصريح من فتره كده. ضفنا اللحمه المفرومه. سوري يا اسف. لا خليك لا عادي عشان الناس تعرف برضه. ان ليكي تصريح بطلتي تشتري من الخضري بالكيلو. بقيتي تشتري على قد احتياجاتك. بالبيس احسن. احسن جدا. اهم حاجه الاقتصاد فعلا. واحنا الواحد يستخدم الحاجه عشان ما تترميش. يا جماعه حرام. بالظبط. حاجه بريوز يعني ما تستحسفيش. روحي للخضري تقولي له عايزه خيارتين ثلاثه. هو تغيير ثقافه. زمان كنا كنا تسلمين يا لولو. النهارده بظروف الحياه بظروف كل حاجه ليه نروح نجيب كيلو وانا استهلاكي ربع كيلو اقل من كده. واذا بحي. الفنانه سوسن بدر ما احرجتش تشتري على قدها ما حدش يتحرج يعني. يا جماعه لا انا هقول لك حاجه كمان على فكره يا بنات. يا بنات بحبوا زمان. لا هو انا لبست الفستان ده بفرح هلبسه عشان شافوني بيه. ده انا هلبسه 100 مره ما دام عاجبني. بالظبط. هو ده مفيش حاجه اسمها انا صورت فيديو مش هصور تاني. بالظبط. لا نصور تاني. وسبيشال الحاله الاقتصاديه دلوقتي كمان كل على اغلب الطبقات. ربنا بيكره يعني. المسرفين. بالظبط. ربنا بيكره المسرفين حتى فليه احنا ما نعملش زي ما ربنا بيقول. هي على فكره هي ثقافات يا ليلى دخلت علينا وهي مش من اصول عاداتنا وحياتنا وشويه احنا جرفتنا كده معاها. ده حقيقي. بس مش عيب خالص ان احنا نعمل وقفه مع روحنا ونقول يا جماعه نعدل في سلوكنا. احنا بالزبط. نعدل في سلوكنا. احنا بالزبط. عندنا حاجات دخلت علينا دخيله على مش سلوكنا بتاعتنا. مش بتاعتنا. مش لازم. ومش بالزبط. صح ومش صح ومش لازم. وعايزه اقول حاجه بتنبهروا بحاجات كتير بره. طب ما بره بيشتروا الخضار بالواحده والبيتزا بالقطعه. بالواحده دي البيتزا بتشتري سلايس بيتزا يعني قطعه واحده. ده حقيقي خالص. انا هضيف بقى البهارات بتاعتي. فلفل اسود. اللحمه في العموم بتحب الفلفل الاسود. بيدي معاها طعم حلو جدا ومش حراق على فكره الفلفل الاسود. ما تخافش منه. انا هقول لك على حاجه. هضيف شويه البابريكا. قولي يا لولو. هرجع لكلام مدام سوسن على حكايه الفساتين. اوكي. موضوع الفساتين ده اعتقد انه ما جالناش من بره. جالنا يعني احنا بناخد كده شويه من الشرق وشويه من الغرب. فكره ان يعني هينتقدوني ويقولوا عليا ومش عارفه ايه. انا ليه الانسان الواثق من نفسه ما بيفرقش معاه الناس هتقول ايه ولا انا غلط في الكلام؟ لا ما انتش غلط. صح طبعا يا لولو. طبعا هيقولوا عليا خايفه اصرف. هما مش عارفين داخليه
الناس بتقول بتتكلم في كل الاحوال. احنا اللي يهمنا ان احنا ما يهمناش كلام الناس ازلونج ان احنا مقتنعين باللي احنا بنعمله. منطقي ان هتحط ايه دلوقتي؟ انا هحط جوزة الطيب بس كده اعرفكم ان انا هحط جوزة الطيب. كميه ملابس مهوله علشان هصور بيها العمل ده وبعد كده يحركنها ممكن تطلع حاجات ما احناش محتاجين تطلع وماله. انا مش ضد خالص ان احنا نطلع زياده عن احتياجنا ونطلع اللي احنا مش عايزينه ضده خالص. انما انا ضد ان احنا كميه الاسراف اللي بتصرف على الهدوم وبعدين بعد كده بنستغنى عنها ده اسراف والموضه تتغير. بس عايزه اقول على حاجه ده اسراف. انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا هضيف الصلصه يا جماعه اتفضلي. موضوع الطماطم عصير طماطم فريش. موضوع السوشيال ميديا برضو زمان كان ممكن حبه شافوا الفيلم وحبه لا، حبه قابلوكي في الخروجه وحبه لا. دلوقتي موضوع نزول الصور على السوشيال ميديا ابديت على طول بيخلي موضوع ايه اصله اتحرق اصله اتشاف قوي اصلي ده الفكر. هو ايه اللي جاب الفكر ده اصلا والمقارنات اصلا هو ايه الحكايه يعني ما يتشاف يا جماعه بالظبط ما يتشاف. هو حلو يعني. اصلا فما فيهوش مشكله يعني ما يتشاف. عملوا لي عليه قبل كده 100 لايك و15 كومنت. خليهم 150 لايك يعني واحد. انا بقول لك راي الناس طبعا. انا عارفه وبعدين على فكره انا مش شايفه ان ده لا معناه ان انا معايا فلوس ولا ده معناه ان انا ما معيش فلوس او ان انا بخيل او صح يعني ايه. هو معناه ان بالعكس ده في ناس بتكلف نفسها فوق طاقتها عشان تواكب الحدث ده. بالظبط. ليه؟ طب احنا هنتكلم في اللبس وننسى النيش يا جماعه. النيش اللي بيتجاب الكوبايات. احنا عملنا حلقه كامله قال لك في رجاله بتتجوز وتموت ما فتحتش النيش. انا يعني صراحه انا ما عملتش نيش الحمد لله. انا وصممت يعني اني مش محتاجه نيش. لا ده في جوازات بتبوظ على النيش يا جماعه. طبعا. ايوه صح. طب وعد الكاسات احنا عملنا حلقات كده وبيعدوا كام كاسه جوه والصيني كام قطعه وحاجات كده. وانا دايما كنت حتى هزر انا ولادي يقول ايه انا هاكل انا عايزه اتمتع بطباقي وكوباياتي. هو كوباياتي معلش ضيوف عزاز بس انا كمان ليه اتهان في الطبق بشربه معايا. بشربه معايا ايه فايده ان اجيب حاجه ما استخدمهاش طول حياتي وبحطها في نيش عيني طبعا على الكوبايه دي هعمل فيها جيلي مثلا بالعيال كاس كده من بتوع الجيلي ولا لا 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 خليه في النيش. ليه طب وانا لا ليه انا لا ليه للاسف انا جايبه عشان استخدمه. تصوري احنا كنا مستضيفين الاسبوع اللي فات يمكن هم خبيره عقار قالت لك ان دلوقتي ابتدى يبقى في طلب على الاستوديوز. انا سعدت جدا بالفكره دي طبعا لان فكره المساحات يعني انت مثلا كان عندك الاول بيت فظيع وما زال عندك بس قررتي ان انا مش قادره على ده كله. بالظبط. انا عايزه حاجه صغيره اقدر اسيطر عليها واعمل فيها الكوانات بتاعتي. بالظبط. وكده البيت التاني كان موجود عشان ليلى كلها كانت قاعده فيه. بالظبط كده. لما كل واحد استقل خلاص انا عايزه حاجه على قدي. انا عملت كده. وانتي عملتي كده. ما هو عملت كده. انا افتكرت واحنا بنتكلم. افتكرت. طيب انا عايزه اقول لكم الخطوات بتاعتي اللي انا عملتها. انا حطيت الصلصه الفريش وعليها صلصه التوميتو بيست وقلبتهم ودلوقتي بتستوي المفروض ان انا اغطيها واعملها. انت جوعتينا جدا. احنا مستنيين اهو. انا كل بقى اللي هعمله عشان دايما بنكون سالقين المكرونه قبلها بفتره وبنحس انها بدات يعني ايه تبقى يعني ملزقه في بعض سمحه بالظبط. فبعمل ايه؟ بحط معلقه سمنه او معلقه زيت احط المكرونه بتاعتي واقلبها بس كده تشويحه صغيره جدا جدا جدا. في ناس على فكره ممكن تحط فص ثوم بقدونس وتاكلها كده من غير اي صوص. بس احنا انا بعمل كده انا باكلها كده بتبقى احلى بصراحه. انا بحبها خفيفه. انا كده احنا خلاص تقريبا خلاص. انا كل اللي هعمله دلوقتي هضيف بس معلقه هنا هضيف معلقه من الصوص دي على المكرونه في الاول كده شويه صغيرين اقلبها بيها عشان اتاكد ان الصوص توغلت. معلش تجيب الطبق الجاهز يا ليلى فاضل اقل من دقيقه كده وبقلبها على النار بالظبط. يعني انا ليه حاسه ان احنا في رمضان ثواني او ست ثواني. صح فطار الاذان هيأذن. ايوه يلا الطبق الجاهز اهو. هي خلاص بتغرف لنا. انا بغرف دلوقتي الطبق بتاعنا. انا عايزه اقول لك ان احنا مش هنلحق يعني هندوق دلوقتي من ده. لفه المكرونه بقى حسب في النار على بحيث انا لفه ايوه كده كده ونحط بقيه الصوص على الوش كده وننجوي بقى الاكله الجميله دي
معايا وبالهنا والشفا. ميرسي جدا جدا. كان معانا نهى ماضي من مطبخ عبور لاند، وكان معانا يعني الفنانه الجميله سوسن بدر، نورتينا واسعدتينا بجد. ميرسي. وانا كمان اتبسطت قوي 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 النهارده من الايام الجميله في حياتي والله العظيم. يا شرف لينا وحياه ربنا، مبسوطين جدا. انا اللي اتبسطت قوي قوي. وطبعا ميرسي يا ليلى، واحنا خلصت حلقتنا النهارده، وهنشوفكم حلقه جديده بكره. لا ليه لا ليه.